أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. أمطار رعدية تساقطت خلال أمسية اليوم، كانت معتبرة على منطقة الثورة كذلك على المرتفعات الداخلية، التحقت خلال هذه الأمسية على الواجهة الساحلية الوسطى على شكل زخات، لكن خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله تحسن في حالة الطقس تقريبا على جل المناطق الشمالية، ولكن خلال صبيحة الغد ضباب كثيف على المرتفعات والهضاب مع نسبة رطوبة عالية، لتصبح الأجواء مشمسة. رغم ذلك سحب من النوع السفلى ستنتشر على الواجهة الساحلية الشرقية، احتمال لبعض القطرات خلال الصبيحة، ليتحسن الطقس خلال الظهيرة. سحب عابرة على منطقة الثورة كذلك منطقة شمال الصحراء، وأجواء مغشاة إلى صافية على باقي المناطق مع زوابع رملية ستنشط على الصحراء الوسطى خلال هذه الليلة وخاصة صبيحة الغد. مقاييس ما بين 11 لغاية 15 درجة على الواجهة الداخلية، تصل إلى 18 درجة على وهران، 16 درجة على العاصمة، 17 درجة على بيجاية، سكيكدا، نبا والطارف. نفس المقياس على ولاية بشار، تندوف، كذلك تمن راست وجانت، لترتفع إلى غاية 27 درجة على الصحراء الوسطى. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع تقريبا على جل المناطق الشمالية، خاصة على غليزان، معسكر وشلف مع 30 درجة، 27 درجة على العاصمة، تيزي وزو، البويرة، كذلك بجاية، جيجل، سكيكدا، نبا والطارف. 28 درجة على ولاية بشار، على مقياس على الصحراء الوسطى مع 40 درجة، ولن تتعدى 33 درجة على مرتفعات الهوكار والتاسيلي. البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ وجميل على السواحل الوسطى، لكن قليل اضطراب على السواحل أقول الشرقية وكذلك الغربية، رياح ضعيفة تقريبا على طول الشريط الساحلي. أما عن أحوال الطقس على بعض عواصم أمريكا الشمالية، بحول الله أمطار رعدية ستخص موريال بكندا مع 15 درجة، أجواء مطرة كذلك على ميامي مع 28 درجة، أجواء غائمة جزئيا على فانكوفر مع 21 درجة، وأجواء صحوة على دالاس مع 31 درجة. وقت غروب الشمس اليوم الغد الجمعة إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 6:13 دقيقة. وللتواصل معنا نحو الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة.